ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في الشؤون الإسلامية حسن إبراهيم الدغيم. دكتور حسن، ما تقييمك لموقف هيئة تحرير الشام الرافض لمؤتمر أستانا؟ أولا تحية لك وللسادة المستمعين. أهلا بك. الحقيقة هي تحرير الشام ما زالت يعني في إطار المزاودات. استانا الماضية عندما ذهب الناس إلى استانا فقالت سأحاسبهم، وانطلق تضرب جيش المجاهدين وصقور الشام بحجة الذهاب من أجل استانا، رغم أن النظام ذهب إلى استانا وترك جيوش النظام آمنة مستقرة. اليوم تعيد الكرة بعد بغيها على هيئة حركة أحرار الشام، تعيد اليوم الكرة بأن الإستانة خيانة وأنها جريمة وأنها ستحافظ على الثورة من مؤتمر إستانا. بالتأكيد هي تحضر لموجة بغي جديدة تستهدف بعض الفصائل التي ذهبت إلى هناك، ولكن أظن أن موقفها العسكري اليوم محرج بسبب الانشقاقات الكبيرة التي حدثت في صفوفها. فكما هو معلوم انشقت حركة نور الدين الزنكي، انشقت كتلة جيش الأحرار، انشق عبد الله المحيصي وتيار من الشرعيين معه. البارحة كان هناك حديث عن انشقاق لواء الحق، وبالتالي عادت يعني هي التحرير شان إلى مكونها الأساسي وهو النصرة سابقا. نعم، حتى النصرة يعني حتى اسمح النصرة لي يعني دكتور حسن، يعني تحرير الشام اعتبرت مؤتمر أستانا أنه لا يخدم الثورة وأنه يسعى إلى إعادة المناطق لحكم بشار الأسد والنظام. يعني بالفعل أعداد كثيرة من المناطق التي دخلت اتفاق خفض التصعيد أصبحت عادت إلى سيطرة بشار الأسد، هل تتفق مع الهيئة في ذلك؟ سيدي الكريم، نحن لا نقول أن مؤتمر إستانا ولا جنيف هو مؤتمر لنصرة الثورة، إنما هو مؤتمرات لإدارة الخسائر. أنت أمام دولتين تسعى بميليشيات أو طائراتها بحرق وسياسة الأرض المحروقة، ماذا بوسعك أن تفعل؟ يعني منذ خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا هناك مفاوضات وهناك حروب. يعني هل سلمنا السلاح؟ هل ألقيناه؟ هل انسحبنا من المعارك؟ هل أوقفنا؟ أم نريد التخفيف فقط عن شعبنا؟ يعني ألا يحق لنا أن نخفف عن شعبنا؟ يعني مثلا البارحة ارتكبت القوات التحالف الدولي جريمة بقتل أكثر من 200 طفل في دير الزور، حتى قرار إدانة لا يوجد. لماذا؟ لأنه ليس هناك اعتراف أنهم يقاتلون داعش، وليس هناك معارضة معتدلة، وليس هناك جيش حر. نحن نريد أن نحافظ على مناطق مشرعنة فيها جيش حر، فيها معارضة معتدلة، فيها شيء معترف فيه دوليا، حتى نستطيع الوقوف بوجه هؤلاء الوحوش. وإلا ما تلقف فينا روسيا ولا أمريكا لا إلا ولا ذمة. يعني هاي الخطابات والعنتريات والمزاودات وتضييع الثورة وباعوا الثورة وكذا. يا سيدي، الفصائل التي في الأستانة، أحرار الشام وفيلق الشام والجبهة الشامية والجيش الحر والجيش الإسلام وفيلق الرحمن وغيرهم، هم أكثر من دافع عن الثورة وحافظ على مناطقها. يعني فيلق الرحمن والجيش الإسلام الذين يحافظون على الغوطة، يعني ذهبوا إلى الأستانة لبيع الثورة، وهي تحرير الشام التي تقمع في حواكير إدلب نعم. تنهش في المدنيين وتظلم وتسجن. دكتور حسن، كي نستفيد من الوقت، يعني إذا فكرنا بطريقة تفكير هيئة تحرير الشام، ما إمكانية أن تتحرك الهيئة لتجنب نفسها عملا عسكريا مسرحه مدينة إدلب؟ هذا متوقف على دور النخب السياسية والفكرية والعلماء بقدرتهم على تفكيك هيئة تحرير الشام وإخراج العناصر والشباب المغرر بهم من صفوفها، وهذه مهمة وقت اليوم. لقد فشل الجولاني وقيادته هاشم الشيخ بإقناع العناصر بأن مشروعهم قابل للحياة، وهو كل يوم يخرج لنا شيء مبادرة المجالس المحلي وشيء الإدارة المدني، واليوم عامل المؤتمر السوري العام. أي سوري؟ أي سوري؟ وين درعا؟ وين الشام؟ وين حمص؟ وين حماة؟ وين دير الزور؟ وين الرقة؟ إيش هذا المؤتمر السوري العام؟ عامل المؤتمر السوري العام قال هذا لإنتاج حكومي، يعني حكومي يعني مو معترف بالحكومة المؤقتة، وهيئة سياسية يعني مو معترف بالائتلاف، وهيئة تفاوض باسم الثورة يعني مو معترف بهيئة المفاوضات. يعني نحن أمام إنشاء تيارات موازية تزيد الثورة ضعفا وتشتتا وتشرذقا. نعم، من اسطنبول الباحث في الشؤون الإسلامية حسن إبراهيم الدغيم، شكرا جزيلا لك.